السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الأول الثانوي الأدبي، تحية طيبة. وبعد، احنا تحدثنا في الحصص الماضية عن موضوع الثقافة المالية وعن خلينا نحكي موضوع المحاسبة بشكل عام، وتكلمنا عن القيد المحاسبي، وتكلمنا عن الأصول، وحكينا حقوق الملكية وأمور كثيرة تطرقنا لإلها في الحصص الماضية. الوحدة هذه هي عبارة عن جزء لا يتجزأ، خلينا نحكي ويعتمد عن الوحدة اللي قبلها، من ناحية المصطلحات، من ناحية تحليل السؤال، ومن ناحية خلينا نحكي الإجابة. خلينا نتعرف على الوحدة الثانية من مادة الثقافة المالية، واللي بتتحدث عن الدورة المحاسبية. الدورة المحاسبية، طبعا احنا بهمنا في هذه الوحدة تتعرف على القيد المحاسبي. طبعا الآن راح نعرف شو يعني قيد محاسبي، ونتعرف على أنواع القيد المحاسبي ومما يتكون القيد المحاسبي. أنواع يعني أشكال. طبعا في عندي أنا نوعين، يعني أشكال القيد المحاسبي، إما بكون بسيط أو مركب. باختصار، البسيط، شوف، القيد البسيط والقيد المركب. القيد البسيط له طريقة كتابة معينة، وهي بسيطة جدا، له طرفين، من حساب، وبنضع بداخله المدين، وراح نتعرف شو يعني مدين، وإلى حساب، وبنضع بداخله الطرف الدائن. برجع بعيد، القيد البسيط عندك في طرفين. كل القيود المحاسبة بتتكون من ايش؟ طرفين، طرف مدين وطرف دائن، بغض النظر عن التكرار. كيف؟ هسه راح نعرف شو يعني التكرار هون. القيد البسيط، حكينا نرجع لموضوعنا، طرفين، من يعني مدين، من حساب الطرف المدين إلى حساب الطرف الدائن، وراح نتعرف شو يعني مدين وشو يعني دائن. القيد المركب، من اسمه مركب، يعني في عندك عدة أجزاء في كل طرف. الشكل الأول لإله من مذكورين، يعني بكون أنا عندي أكثر من مدين. إذا مثل ما عرفنا، الطرف الأول بيكون عدة، خلينا نحكي، أطراف في داخله من مذكورين، مثلا حساب واحد، حساب اثنين، إلى حساب، خلينا نحكي، الطرف الدائن. طب كيف يعني هون؟ باجي بقول لك عادي، مثلا أنا اشترت شركة، مثلا باص، دفعت نصف هذا الباص، خلينا نحكي، أو البضاعة، نصها نقدا ونصها بشك، صار عندي طرفين. تخيل، طرفين. راح نتحدث في هذا الموضوع بالتفصيل إن شاء الله. عندك هون شباب، برضو عندي إما طرف واحد مدين وعدة أطراف دائنة. كيف كتابته؟ من حساب طرف المدين إلى مذكورين، إلى مذكورين، حساب واحد، حساب اثنين. والشكل الثالث لإله بيكون عندي أنا متعدد الأطراف، مثلا عندي أكثر من مدين، طرف مدين، وأكثر من طرف دائن، أكثر من طرف دائن. واضحة يا شباب؟ هذا الشكل العام للقيد المحاسبي. يعني أصعبهم هو أسهل، يعني أصعبهم بكون يعني سهل، ما فيها الإشي المعقد. تخيل، نيجي للتعريف. القيد المحاسبي، القيد المحاسبي هو ترجمة لأي عملية مالية، ركز، لأي عملية مالية تكون من أو تكون من طرفين، هما المدين والدائن. اتفقنا؟ إذا القيد هي ترجمة للعملية. كيف يعني عملية مالية؟ يعني عملية شراء، بيع. اتفقنا؟ اشترت مؤسسة الوطن العربي على سبيل المثال أثاث بقيمة مثلا 10,000 دينار إلى آخره، تم سداد. هاي ترجمة، بدك تحلل السؤال. شباب، الثقافة المالية هي عبارة عن تحليل. قدرت تحلل السؤال، هيك توصلت للإجابة، وبالعادة الإجابة تكون سهلة، وحتى التحليل بيكون سهل. خليك معي وصحصح معي خطوة بخطوة حتى تقدر تركز المعلومات الأساسية في مخك. شباب، هاي الوحدة الثانية من أهم الوحد، ركز عليها، لأنه هي بتبني عليها ما يعني راح تتحدث فيه في المستقبل إن شاء الله. إذا فهمت هذه الحصة، تخيل فهمتها، باقي ما تبقى سهل بإذن الله. يا طبعا هذا تكلمنا فيه، إنه القيد المحاسبي في عندك طرفين، مدين ودائن، مدين ودائن. في عندي قواعد أساسية في القيود المحاسبية، بدك تعرفها وتركز عليها وتحفظها، 3 قواعد أو 4، وراح كل قاعدة بتيجي معنا راح أركز لك عليها.
أي إشي بيزيد عندي أنا في العملية الحسابية، ماشي، في القيد الحسابي بكون مدين، وأي إشي بنقص فهو دائن. مثلا اشترت الشركة، على سبيل المثال اشترت الشركة بضاعة، مشتريات عندي إيش، زادت ولا قلت؟ زادت، معناته هي الطرف مدين. طيب خلينا نكمل السؤال. اشترت الشركة، شركة المجد، بضاعة بقيمة 10,000 دينار، تم سدادهم نقدا. طبعا راح نتكلم الآن أو بعدين إن شاء الله عن طرق السداد، بس أنا بذكر مثال، معلش أنا بحب أوضح قبل ما أفوت حتى ترسخ المعلومة في عقلك، لأنه كل كلمة هون شباب إلها معنى. اشترت شركة المجد على سبيل المثال بضاعة بقيمة 10,000، تم سدادهم نقدا. عملية السداد، انت لما تشتري بسكوتة من الدكانة مثلا بتدفعها من جيبتك، صح؟ عملية الدفع قل، خلينا نحكي المخزون المالي اللي عندك، لما تقل النقود اللي عندك معناته صار الطرف دائن، لذلك كل اشي بيزيد فهو مدين وكل شيء بنقص فهو دائن. شوف لو نعكس الآية، احنا حكينا شريت، صح؟ الآن بعت، انت بعت بسكوتة مثلا على سبيل المثال، او بعت مثلا غرض، اتفقنا؟ حصلت فلوس نقود، الصندوق عندك ماشي زاد، معناته بدل ما يكون هون، انت شوف المثال الاول دائن صار مدين لانه الصندوق عندي زاد. والمبيعات، اول كان مشتريات الان مبيعات نقصت، لذلك شو صارت؟ دائنة، اتفقنا؟ لذلك كل اشي بيزيد عندي مدين وكل اشي بنقص فهو دائن. برضو قاعدة الثانية يقول لك كل ما اخذ فهو مدين، او كل ما اخذ، اسف، كل ما اخذ فهو مدين وكل ما اعطى فهو دائن. كيف يعني اخذ وكيف يعني اعطى يعني ايش بتحكي فيه يا استاذ؟ بقول لك انتبه علي شباب، المصاريف، انت المصاريف بالعادة مصروفك، مش مصروفك، هنحكي فواتير الكهرباء، شحن الجوال والموبايل، هاي مصاريف بالعادة شباب. انت لما بتدفع، خلاكي الفواتير، بتأخذ من فلوسك ولا بتعطيك فلوس؟ انت بتدفع فاتورة، بتأخذ من جيبتك، من المصاري الموجودة معك، ولا بتعطي؟ انت بتأخذ من جيبتك شباب، معناته صفت المصاريف مدينة، معناته كل اشي بيأخذ يعتبر مدين. طيب بعت مثلا بطاقة تلفون، إجاك إيراد، الإيراد أخذ منك ولا أعطاك فلوس؟ أعطاك، لذلك كل إشي بيعطيك فهو دائن. هاي قاعدتين، اتفقنا؟ طبعا شباب الخسائر أكيد هي مدينة، لأنه حسب القاعدة اللي قبليها، الخسائر مثلا هي بتأخذ منك، ماشي؟ والأرباح بتزيد لك، بتزيد، مش بتزيد، بحب استخدم هاي القاعدة زيادة، الأرباح هنحكي بتضيف لك، بتعطيك فلوس. راح نتحدث إن شاء الله في الأمثلة الجاية. نأخذ شباب شوية برضو قواعد حتى نرسخ المعلومات من قبل، بتمنى إنه واضح. طيب في عملية تسجيل القيد المحاسبي، إحنا لما نحلل بنكتب طرف مدين وطرف دائن. دير بالك، لا يجوز، صحصح، اصحى، ركز معي بشي اللي بحكيه، لا تكتب اسم المؤسسة، اعتبر حالك انت محاسب، ماشي؟ لما تيجي تبلش تحلل بصيرش اذكر انا اسم مؤسستي في داخل قيود حبيبي، ماشي؟ ما بصير، لا يجوز، اتفقنا؟ وفي حالة البيع، الان عمليات التجارية شراء وبيع، العمليات التجارية شراء وبيع، في حالة البيع شوف بشك، راح اتكلم عنها شباب في المستقبل، بس لا انا بحب اعطيك فلاشات. في حالة البيع بشك تعامل الشك معاملة البيع النقدي، لذلك تسجيل القيد يتم ايش شباب؟ معاملة الصندوق، اتفقنا؟ بصيرش نحكي شك بنكي، لا، بس بحالة البيع. لكن في الشراء عادي، في الشراء تسجل الى حساب مثلا بنك، اتفقنا؟ طيب مثل ما حكيت لك أنا، العمليات التجارية عندي بيع وشراء، بيع وشراء، مثلا
قامت شركة الحارس ببيع مثلا خلينا نحكي باصاتها بقيمة مبلغ وكذا وكذا، وحصلته عن طريق ايش شباب، اما شيك او خلينا نحكي بنك او ذمة الى اخره، او اشترت شركة المجد مثلا بضاعة مثلا من السوق وتم الدفع نقدا. اذا عمليات تجارية اما بيع وشراء، البيع في له طريقة في التعامل معه وكتابة القيد، والشراء في إلها طريقة في عملية الكتابة وتسجيل القيد المحاسبي. ناخذ شباب هذه السلايدات انا بحب دائما اركز عليها شوي في البداية حتى نرسخ، حكيت لك المعلومات، حتى نرسخ المعلومات شباب. الوحدة هاي مهمة، تبع علي مهمة جدا، اذا ما بتعرف كل كلمة شو معناها راح تضيع. هذا مش معناته موضوع صعب، موضوع سهل، لكن يعني انا بطلب منك تركز معي في كل كلمة بحكيها شباب. الكلمة إلها معنى ماشي، مش بقول لك كلمة خلينا نحكي الزلمة لسانه خلينا نحكي مسؤول عنه، كل كلمة بتحكيها مسؤول عنها صح؟ مش الزلمة مادة ثقافة. شوف كل حرف كل كلمة في السؤال له معنى، يعني مصيرش تتجاوز عن الكلام إلا في بعض الكلمات عادي، لكن الكلمات في الثقافة في عندك تسجيل القيد المحاسبي كل كلمة إلها معنى. البيع بيختلف عن الشراء، النقد بيختلف عن الشيك، الدائن غير المدين ماشي، على الحساب غير الشيك، اتفقنا؟ لذلك أنا بدي إياك تعرف شغلة واحدة أو عد أكثر من شغلة، المشتريات بطبيعتها دائما تأخذ طرف مدين. لاحظ عندي هون مدين مدين مدين، دائما وأبدا المشتريات طرف مدين. طيب طريقة الدفع، اشترت الشركة بضائع اتفقنا نقدا، عندي 3 طرق للشراء، إما نقد يعني أنا عادي بحاسب كاش بسموها كاش ماني، أو بشيك يكون عندي رصيد في البنك من اسمه شيك، بكتب لك شيك وبحاسب، أو على الحساب الآجل أو ذمم، أنت بتكتبها ذمم، طبعا ذمم ذمم دائنة بتكون في حالة المشتريات، ذمم دائنة. ليش ذمم دائنة؟ لأنها تسجل في الطرف الدائن. المشتريات مدينة، هل أنا بصير أسجل طرف مدين والطرف الثاني ذمم مدينة؟ ما بصيرش صح؟ هذه نقطة مهمة، إذا المشتريات مدينة والطرف الثاني دائن، إذا ما عرفتها طبعا، إذا راحت عن بالك أسجلها ذمم مدينة ولا دائنة؟ بدك تعرف إن المشتريات دائما مدين، الطرف الثاني إجمالا دايركت أو خلينا نحكي بصير دائن. طيب نرجع لموضوعنا شباب، طرق الشراء عندي 3 طرق، الطريقة الأولى نقدا أو بشيك بنكي أو على الحساب. إشي أكيد أنا ما أشتري نقد معناته الصندوق عندي إيش؟ قل، إذا الصندوق مربوط في النقد ماشي؟ إذا ذكر في السؤال تم الدفع نقدا بصيرش أنا أذكر إلى حساب بنك، لا إلى حساب صندوق، إلى حساب صندوق، تابع علي برجع بعيد، النقد مربوط مع إيش؟ مع الصندوق ماشي؟ برجع بعيد، النقد مربوط مع الصندوق، الشيك مربوط مع البنك، وعلى الحساب أو ذمم هي عبارة عن ذمم دائنة، يعني أنت بتسجل بالطرف خلينا نحكي الدائن اللي هون شايفينه، إما بتسجل ذمم دائنة أو اسم الشركة. طبعا الأمثلة راح توضح عليك كل شيء. نرجع من عيد، المشتريات على السريع هي أصلا طرف مدين، طرق الشراء 3، طرق الشراء 3، إما نقدا ويسجل القيد من حساب مشتريات إلى حساب صندوق. ليش صندوق؟ لأنه الصندوق عندي قل، حكينا في القاعدة اللي قبل كل شيء بيزيد دائن مدين، وكل شيء بينقص عندي إيش؟ بصير دائن. بشيك بنكي، هاي الطريقة الثانية، بتسجل من حساب مشتريات إلى حساب بنك، بصيرش أجي أحكي من إلى حساب بصندوق لأنه شيك. الثالثة اللي شوي بتلخبط فيها، على الحساب الآجل أو ذمم أو بالدين ماشي. طبعا الطرف الأول معروف عندي أنا مشتريات، الطرف الثاني شو بده يكون؟ دائن.
الطرف الأول مدين، الطرف الثاني دائم. تمام، ما فهمت ارجع عيد الفيديو، اتفقنا؟ يلا. عكسها عملية شراء، عملية البيع. عكس عملية شراء، عملية البيع. المبيعات شباب، المبيعات دائما شو مالها؟ دائنة. المبيعات دائما ايش؟ دائنة. لذلك خلينا نجيها بالترتيب. طرق البيع عندي ثلاث، الاولى نقدا، والنقد لما ابيع انا بحصل مصاري، معناته الصندوق عندي زاد، واللي بيزيد شو بكون؟ مدين. اتفقنا؟ والطرف الثاني تلقائيا بكون دائن، اللي هو مبيعات. الطريقة الثانية من عملية البيع أو الشراء اللي هي شيك بنكي. الشيك البنكي نفس خلينا نحكي في البيع يعامل معاملة الصندوق. اتفقنا؟ يعامل معاملة الصندوق. أنا حبيت أحط لك إياه حتى إيش؟ انتبه علي. في عملية التسجيل يعامل معاملة الصندوق في البيع. لذلك من حساب صندوق ماشي إلى حساب مبيعات صندوق. اتفقنا يا شباب؟ على الحساب طبعا بما انه الطرف الاول دائن اللي هو هون شباب دائن، هي مبيعات. الطرف الثاني ذمم مدينة، اما بسجل اسم الشركة او بتكتب ذمم مدينة. نأخذ هنحكي يعني طبيعة الأسئلة اللي بتيجي، ما الفرق بين القيد البسيط وقيد المركب؟ عرفنا القيد البسيط بكون شباب مكون من طرف مدين ودائن، هون عدة أطراف مركبة، يعني عدة طرق الشراء حكينا، عدة طرق البيع. طبعا طرق الشراء عندي كم طريقة؟ طرق الشراء عندي ثلاث، اللي هي نقدا، شيك بنكي، أو ذمم. شو دور عليها. عدة طرق البيع ثلاث طرق، واحد اثنين ثلاث، إما نقدا أو صندوق أو ذمم دائنة ولا مدينة، برضو ارجع لها. طيب نرجع هنا وبيجي طبعا تصيغ السؤال، سجل قيود الحسابات الآتية إلى آخره، مشتريات نقدية أو مبيعات بشيك أو مشتريات على حساب إلى آخره. طبعا هاي الأسئلة راح نتكلم فيها الآن شباب، إن شاء الله تكون مواضيع سهلة. نأخذ أول سؤال، القيود المحاسبية المتعلقة بعملية الشراء. عندك عملية الشراء، إذا أنا بهمني عملية شراء. إجا بقول لك بالسؤال بتاريخ 10/9/2016 اشترت الشركة سين من الناس بضاعة بقيمة 600 دينار نقدا. أول ما بتشوف هذا السؤال اقرأه مرتين. بتاريخ 10/9 اشترت الشركة بضاعة بقيمة 600 دينار، بتحلل. احنا بدنا تحليل طبعا يا شباب ماشي. شو المطلوب يصيغ السؤال؟ اتبع علي. مطلوب يقول لك تسجيل قيد المحاسبة في دفاتر شركة عمر. شو بتساوي؟ بسيطة جدا، بدك تعرف هل عملية شراء ولا عملية ايش؟ بيع. عملية شراء عندك ولا عملية بيع؟ هي عملية شراء، اشترت. لما بشتري انا البضاعة ايش بتكون شباب عندي؟ بتزيد. معناته عملية الشراء طرف مدين، طرف ايش؟ مدين. هيك التحليل. انا شريت معناته البضاعة زادت. طيب الطرف الثاني اللي هو الصندوق نقدا، ليش ما حكيت البنك او انا ذمم دائنة؟ لانه انا عندي نقدا. الصندوق لما اشتري بقل ولا بيزيد؟ بقل، معناته هذا الطرف شماله دائن. نسجل قيد حسابي الآن، تبع علي، سجل قيد حسابي. طيب برجع بعيد، صار في قطع شوي في الفيديو شباب، برجع بعيد. عندي أنا طرف، نقرأ السؤال. عندي اشترت الشركة، معناته أنا لما أشتري شو بيصير؟ بيصير عندي أنا عملية زيادة في البضاعة. البضاعة عندي زادت،
ماشي، زادت. واللي بيزيد شو بصير؟ مدين. شو يعني مدين؟ يعني من حساب. هاي الطرف الأول خلصنا منه، تمام. الطرف الثاني عندي تم الدفع نقدا، نقدا معناته صندوق، الصندوق نقص عندي، انه انا طلعت من الكاش اللي عندي، لما انقص او لما ينقص عندي الصندوق معناته الطرف دائن، معناته الى حساب. كيف بتسجل هذا القيد الحساب؟ انتبه علي. عملية تسجيل قيد الحساب بدك تحلل لطرفين، طرفين، الطرف الاول من حساب، وايش بنكتب فيه؟ من حساب، شو بنكتب فيه داخله؟ نكتب ايش شباب؟ المشتريات، المشتريات، من حساب المشتريات، انه حكينا احنا بالسلايد قبل، المشتريات دائما ايش؟ مدينة، المشتريات، ماشي؟ خلصنا. إلى حساب، إلى حساب، فتحة، إلى حساب، شو اللي نقص عندي شباب؟ شو الطرف الدائن؟ الصندوق، ليش صندوق؟ لأنه دفعت أنا ايش؟ كاش، الصندوق، الصندوق، إلى حساب الصندوق، خلصنا؟ بس خلينا شباب نشوف نزيحها شوي احنا حتى نميز. طيب خلصنا ما خلصناش؟ قديش القيمة؟ 600 دينار. قديش الطرف الثاني دفعت من الصندوق؟ 600 دينار. شباب بدك تنتبه دائما الأطراف هاي شايفين متساوية، سواء كان قيد مركب بسيط أو قيد مركب، خلينا نحكي سوري، قيد مركب أو قيد بسيط، قيد محاسبي بسيط أو قيد مركب، دائما الأطراف متساوية سواء جزيت او تركتهم زي ما هو. طيب خلصنا السؤال؟ لا ما خلصنا، طلع عندي تاريخ ذكر هون مش حاطه عبث، امكانك تكتب التاريخ عادي، مثلا اكتب هون التاريخ مثلا 10، تحطه على اليمين على الشمال مش فرقه، مش بيناتنا ماشي، بس يفضل تكتبه هون او هناك. وصلت يا شباب؟ هيك انت حللت القيد المحاسبي. ناخذ السؤال كيف طريقة الحل. الحل شركة عمر، طبعا لازم تكتب اسم الشركة، تكتب من حساب مشتريات 600 دينار إلى حساب صندوق 600 دينار، اتفقنا؟ والتاريخ. ناخذ المثال الثاني، المثال الثاني حلله على السريع، يعني الأول أخذنا فيه وقت، ناخذ الثاني. بدك تيجي تحلل، أول إشي عندك اشترت الشركة، اشترت عندي أنا اشترت، ماشي، اشترت الشركة، إذا هي عملية شراء. طيب بشيك، طريقة الدفع بقيمة 1000 دينار، يا عين عليك. إذا في عندي تحليل العملية، هل هي شراء وبيع؟ وكيف آلية الدفع؟ اشترت معناته بضاعة زادت عندي أنا، البضاعة شو مالها؟ زادت، معناته الطرف هذا إيش اسمه؟ مدين ولا دائن؟ اسمه طرف مدين. اذا من حساب مشتريات، من حساب مشتريات بشيك، معناته شيك معناته البنك عندي نقص، البنك عندي نقص، معناته الى حساب الدائن، الدائن عندي ايش هو؟ صندوق. طبعا لا، الطرف الدائن بده يكون البنك. نكتب القيد، نكتب، تكتب طبعا شباب اسم الشركة، بس انا للسرعة ما بحبش اكتبها. تيجي تكتب من حساب، من ها فتحة حساب مشتريات، مشتريات ماشي، إلى حساب، إلى حساب صندوق ولا بنك؟ أكيد بنك، أكيد بنك. شو الخطوة الثانية؟ حللنا، كتبنا. الخطوة الثالثة القيمة 1000 دينار، 1000 دينار، شايفين شباب الحل بسيط. بعدين التاريخ، في ما فيش تاريخ، ريحنا ريحها. خلاص تكتب شركة ايش شباب؟ البكر، شركة البكر، يلا ناخذ الحل نشوفه تبعنا. الحل شركة البكر، اتفقنا، 1000 دينار من حساب مشتريات إلى حساب البنك، إلى حساب البنك. ناخذ المثال الثالث شباب، المثال الثالث، اشترت شركة الليث بضاعة على حساب،
من شركة القدس بقيمة 700 دينار بتاريخ قد اشتري كان 4/9/2016. برجع بعيد، اشترت شركة الليث بضاعة على الحساب ماشي من شركة القدس بقيمة 700 دينار. أيوة، شو المطلوب؟ تسجيل القيد المحاسبي في دفاتر شركة الليث، في دفاتر شركة الليث. طبعا شباب، مطلوب منك أنت، مطلوب منك كالآتي، مطلوب منك إيش؟ كالآتي، تحلل، لازم تحلل. شو بتساوي؟ بمسك القلم وبحكي اشترت، هاي بدي احط لك اياها باللون الاحمر، اشترت. اذا عملية شراء، لانه شباب الشراء بيختلف عن البيع دائما وابدا، الشراء بيختلف عن البيع. اشترى شركة الليث بضاعة، معناته انا البضاعة عندي شو مالها؟ زادت، معناته انا مشتريات بطرف مدين، مدين يعني من حساب، باجي بكتب من حا فتحة حساب ايش؟ مشتريات ماشي، مشتريات الى حساب ايش؟ ايوه، على الحساب، على الحساب شباب معناته ذمم دائني ولا مدينة؟ ايش الطرف اللي عندي الاول هون؟ مدين، معناته هاي الذمم دائنة إلى حساب، إلى حساب ها فتحة ذمم، ذمم إيش؟ دائنة، ذمم دائنة. قديش القيمة؟ 700 دينار. الطرف هذا نفسه بيكون 700 دينار. ملاحظة، الذمم الدائنة، إما بتكتب ذمم دائنة أو بتكتب إيش؟ اسم الشركة، من شركة القدس، مش تكتب شركة الليث. دير بالك شركتك ما بتكتب، ما بتذكرهاش بالقيود المحاسبية. ناخذ الحل، الحل شركة الليث ماشي. طبعا هذا بيهمني أنا، هذه دفاتري انا بحكي هون، قصدي ما تكتبش في القيد نفسه. مش تقول يا استاذ هاي كتبت شركة الليث هون، شو كنت تحكي تخبص معنا قبل شوي؟ بقول لك لا، هذه اسمه اصلا مذاكر لك في دفاتر شركة الليث، فانت بتكتب الدفتر اسم الدفتر، لكن في القيد ممنوع تذكر اسم الشركة تاعتك. اذا من طرف المشتريات، لانه زادت عندي بضاعة، طريقة الدفع اكيد ذمم دائنة، اما تكتب اما بتكتب ذمم دائنة او بتكتب شركة القدس. اتفقنا يا شباب؟ يلا، بعرف الموضوع شوي صار مفهوم بالنسبة لك. في عندك هون شباب يا حبايبي، في عندك هون اختبار، يعني ورقة عمل خلينا نحكي، أو سؤال حلو في البيت سهل، بدك أنت يعني تحلل الطرف، طرفين إما مدين أو دائن، وتكتب القيد الحسابي أو المحاسبي على جنب. اتفقنا يا شباب؟ بتمنى إنك تحل هذا السؤال حتى تختبر نفسك، حتى تختبر نفسك. راح نتكلم الآن عن الطرف الثاني، أو عملية خلينا نحكي النوع الثاني من العمليات البيع، سوري، من عمليات التجارة. حكينا عن عمليات التجارة، عندي بيع وشراء، تكلمنا عن الشراء، الآن راح نتكلم عن البيع. شوف القيد المحاسبي، شوف القيد المحاسبي، يلا يلا، هذا التكرار، التكرار بيعلم الشطار. وركز على النقطة 3، يا عيني عليك. عند البيع بشك يعامل معاملة البيع النقدي، ماشي، يعامل معاملة البيع النقدي. ومثل ما قلت لك، دير بالك تذكر اسم المؤسسة، هذه نقطة مهمة. في البيع بشك، عند البيع بشك يعامل معاملة صندوق البيع النقدي، يعني نذكر إلى حساب صندوق أو من حساب صندوق. نرجع لكم يا شباب بعد الصلاة. معلش صار في قطع، لانه كان يؤذن الاذان، ولا بد يعني بس يؤذن الواحد لازم يوقف احتراما للاذان. طيب نرجع موضوعنا شباب، مثل ما قلنا التكرار بيعلم الشطار، وقلنا شباب دائما نضع نفسنا محل المحاسب. والنقطه الثانيه، لا نذكر اسم مؤسستنا في القيود،
وعند البيع بشيك يعامل معاملة البيع النقدي. خلينا نأخذ شباب القيود المحاسبية. البيع احنا تكلمنا أول شيء بالشراء، كنا نذكر اشترت الشركة، تتذكروا كنا نحكي اشترت الشركة، الآن نحكي باعت الشركة، الآن كنا نحكي باعت. المشتريات تتذكروا كان الطرف مدين، كان الطرف مدين، شوف الفرق بيناتهم. البيع هذا يكون طرف دائن، طرف دائن، اتفقنا. وعمليات البيع، عملية تحصيل بتتم بثلاث طرق، إما خلينا نحكي عن طريق المال نقدا، أو بشيك بنكي، أو ذمم. ماشي، وقلنا شباب الذمم دائن ولا مدينة؟ قلبها براسك يلا. طبعا إشي أكيد لما يكون البيع هذا طرف دائن يكون عندك الذمم مدينة، ذمم مدينة. نأخذ المثال هذا مثل ما تعودنا، لازم تحلل، لازم تحلل. نأخذ نحلل بتاريخ 3/3/16 باعت الشركة، باعت دير بالك بضاعة بقيمة 300 دينار. أنا كنت أسأل في الأمثلة قبل، لما أنا أشتري الصندوق بيزيد ولا بيقل؟ كنت تجاوبني يا أستاذ الصندوق بقل، أو الشيك البنكي بقل، أو التزامات اللي عندي صار عندي التزامات، اتفقنا؟ أيوة. في طبيعة هذه الأسئلة لما يذكر باعت بنعكس القيد، كيف؟ انتبه علي. باعت شركة المازن بضاعة بقيمة 300 دينار، أنا لما أبيع معناته إيجاني زيادة مصاري، وضعتها بالصندوق لأنه نقدا، معناته الطرف الثاني بده يكون، أو الطرف الأول بده يكون مدين. وحسب القاعدة الذهبية، قاعدة المجد في الثقافة المحاسبية، تبع علي حبيبي، أي إشي بيزيد مدين، وأي إشي بقل دائن. لذلك المبيعات دائما وأبدا دائنة. ليش؟ إنها قلت، إنت ما تبيع بقل المخزون اللي عندك وبيزيد الفلوس. كيف عملية تسجيل هذا القيد؟ انتبه علي، بكل بساطة مثل ما تعلمنا من حساب الطرف الأول اللي هو المدين. مين عند المدين؟ المبيعات ولا الصندوق؟ أكيد الصندوق. بيجي واحد حدق بيقول يا أستاذ طب ليش كتبت صندوق؟ من وين إجت الصندوق؟ باجي بحكي لك لأنه الدفع عندي نقدا، آسف، لأنه الدفع عندي نقدا، والنقد إحدى طرق الدفع، مثلها الشيك البنكي اللي راح نتعرف كمان شوي عليه، اللي هو يعامل معاملة النقد. لذلك ما بيصير أنا أحكي مثلا في الشيك البنكي من طرف أو من حساب، من حساب خلينا نحكي البنك، لا، في عملية البيع تبع هالنقطة، الشيك البنكي يعامل معاملة النقد. جينها جين هذا المثال، نرجع موضوعنا. إذا أنا من حساب صندوق، من حساب صندوق، ماشي، زاد عندي صندوق، الى حساب، الى حساب ايش؟ من يجاوبني؟ المبيعات. اتفقنا؟ خلص السؤال؟ بقول لك لا، باجي بحكي لك قديش قيمة 300 دينار، ارفعها فوق. قديش قيمة الثانية لازم تكون 200؟ اكيد 300. طبعا في بعض الاسئلة شباب تكتب البيان، يجي بقول لك البيان، تجي انت لازم تكتب البيان، تكتب توضيح مبيعات، بيع بضاعة، بضاعة هاي احدى الطرق شباب المطلوبة، يعني الى شركة سعيد، الى شركة السعيد بدك توضحها شباب. يعني اذا طلب منك البيان بدك توضح، ماشي، تكتب البيان فوق، تكتب البيان بيع بضاعة الى شركة سعيد. طيب ظل تاريخ، اكيد في عندنا تاريخ اللي هو 3/3/2016. ماشي يا شباب، تكتب يمين يسار بدك اياه، هذا القيد المحاسبة تبعنا. ناخذ بشكل ارتب القيد المحاسبي، شركة المازن، ماشي، 300 دينار من حساب الصندوق الى حساب المبيعات. ناخذ مثال ثاني، استغفر الله الذي لا اله الا هو، ناخذ مثال ثاني واتوب
باعت شركة الشهد التجاري بضاعة بشك. أيوة، عملية شراء ولا بيع عندك؟ أكيد عملية بيع، هاي أول نقطة. بضاعة بشك، قلنا الشك يعامل معاملة النقد، يعني تشطب الشك وبتكتب إيش؟ نقدا، حتى ما تخربطش حالك حبيبي، صح ولا لا؟ إذا باعت الشركة الشهادة التجارية بضاعة نقدا بقيمة 1000 دينار، هيك صارت صيغة السؤال. تحليل مبيعات معناته قلت عندي أنا، البضاعة معناته صار الطرف إيش؟ دائن، هاي الطرف الأول. عندك هنا نقدا بقيمة 1000 معناته صندوق زاد، صندوق عندي إيش؟ زاد، اتفقنا؟ لما يزيد عندك الصندوق شو بيصير؟ معناته مدين. يلا بدناش ناخذ وقت شباب، خلينا نشوف الطريقه الحل على السريع. يلا لاحظ، من حساب صندوق لانه زاد عندي الى حساب مبيعات. بيجي واحد بيحكي لي استاذ طب ليش صار صندوق؟ باجي بحكي لك لانه اصلا في عمليه البيع الشيك بينشطب وبصير نقد، ماشي؟ لذلك نقد مربوط مع ايش عندي؟ بالصندوق. وصلت؟ طيب والتاريخ اذا في تاريخ طبعا، فيش تاريخ. يلا السؤال بعده، مثال. باعت الشركة المنير بضاعة بقيمة 6500 دينار على الحساب. على الحساب معناته حلل، باعت معناته نقصت المبيعات، معناته طرف دائنة. ما دام طرف دائنة الثاني هاي الذمم، ماشي؟ مثل ما تكلمنا ذمم، ذمم دائنة ولا مدينة؟ الذمم عندي هون، الطرف عندي زائد، معناته هذا ايش؟ اسف، الطرف هذا ناقص يعني دائن، هذا تلقائي من غير ما افهم يا اخي، بدي اعتبرك تفهمش. اكتبه زائد معناته مدينة. ذمم مدينة، ويسجل محل قيد المدين. نكتب القيد المحاسبي على السريع. انا طولت عليكم بس بدنا يعني نتحمل بعض شوي. الحل. طبعا هون ذمم مدينة 6500. طبعا بيجي واحد بيقول لي طب ليش هذه يعني كاتبها؟ بقول لك يا اما بتكتب هذه او هاي، اما بتكتب ذمم مدينة او تكتب اسم الشركة، مش شركتنا احنا، لا اسم الشركة اللي انت بعتها او اشتريت من عندها. يلا طبعا 6500 لحساب المبيعات. طبعا هذا السؤال للشباب حلو، ماشي؟ وانت بتحل اعزف، اياك تستمتع وانت بتحل مش تحارب، اتفقنا؟ ابدا، حل عرواق، اقرأ السؤال بتمعن. عندك عملية بيع، عملية بيع، عملية بيع، عملية شراء، اتفقنا؟ عندك شيك، عندك برضو بشيك، عملية البيع، عملية شراء بشيك، نقدا، كل كلمة لها معنى. نتمنى شباب انه المادة بسيطة عليكم كانت. نسأل الله التوفيق لطلابنا الأحباء. المادة انا منزلها PDF على الرابط في نهاية الفيديو، في عندي في الوصف في عندك رابط، اضغط عليه ونزل مادة PDF وراجع اول باول. تحياتي للجميع، بتمنى انكم تكونوا بصحة وسلامة ونشوفكم على خير يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.